are you today؟ النهارده في ستوري حلوه جدا في يونت 2 تمام. هنقراها مع بعض ونشوف اهم الاسئله اللي عليها مع اصحابنا. It's okay بالنسبه لجريد 4 الصف الرابع. بنتكلم عن سبيلكن اند سبير. اول مره بناخد مع بعض ان احنا ناخد ستوري بيسالك على اسئله مهمه فيها. يا ترى ايه الحاجات الاساسيه اللي احنا ممكن نستفيد منها في القصه؟ يعرف رايك ويبقى عايز ايه؟ ان انت تشارك وتفهم وتعمل جمل صعبه بقى. يلا نشوف. This is the pelican and the bear. اوكي؟ بيتكلم عن الدب والبجعه. يلا مكملين مع بعض. اوكي. The pelican and the bear are in the river. هما الاثنين موجودين فين؟ في الريفر النهر. They are very hungry. What is the meaning of hungry? يعني ايه hungry؟ جعانين جدا. They are both. They are very hungry. الاثنين جعانين جدا. They are both. Both. أول مرة ناخد كلمة both يعني معناها كلاهما. يعني هما الاثنين بدل ما يفضل يعيد في أساميهم تاني. Looking at a big juicy fish. هما الاثنين ما شاء الله الدب هو ماشي البير عمال يبص على سمكة الاقيها في الايه؟ في الرايفر في البحر. وفي نفس الوقت الأستاذة وهي نزلنا من فوق برضو عينيها على السمكة. هما الاثنين هانجري جعانين وعمالين يبصوا عليها. Spear reached for the fish. الدب وصل لفين؟ للسمكة. It left its paw. وقعد ايه؟ وكان ان هو بيلمس او بيحرك او بيحمل المخالب بتاعته. The pelican opens its beak. ها والتانية جاية لنا من فوق هي كمان فتحت ايه؟ المنقار. بيك يعني المنقار. وقالت ايه؟ It's ready to take the fish out of the water. يعني دلوقتي بقت جاهزة ان هي تاخد السمكة منين؟ من المية. يعني الدب ماشي بيتمشى عاوز ياخد الجوسي فيش وهي كمان نازلة عايزة تاخد برضو الجوسي فيش. هما الاتنين مستعدين ليها. تعالوا بقى نشوف ايه اللي حصل في الستوري. قالت لك ايه؟ To take the fish from the water. The bear sees the pelican says. راح أول بعد كده لقينا إن إيه؟ الدب شافها وهي نازلة تاخدها. The pelican says bear. وراحت هي كمان شافت الدب. الاتنين شافوا بعض هما الاتنين رايحين ياخدوا إيه؟ يخطفوا السمكة هما الاتنين. فإيه اللي حصل؟ The bear is surprised and angry. يعني الدب كان مندهش جدا وأنجري غضبان. Pelican look at my claws. Now look at my teeth. That's my fish. الاثنين بيهددوا بعض. هو بيقول لها بصي للمخالب بتاعتي وهي كمان راحت قالت له ايه؟ قال لها قالت له بصي للمخالب بتاعتي. هو قال لها بصي للتيس لاسناني. بيهددوا بعض يعني عشان ياخدوا الايه؟ الفيش. وبيهددوا بعض هما الاثنين بيقولوا That's my fish. هذه السمكه ملكي او بتاعتي. مكملين مع بعض. The pelican looks scared. مين اللي خاف لانه الاضعف؟ البليكان. يس. راحت قالت ايه؟ I am sorry bear. انا اسفه. وكمان اعتذرت للدب من كتر خوفها وهي ويسبرز يعني وهي بتهمس له في ودنه. قالت له انا اسفه بس رغم قوه البير. The bear is bigger and stranger than the pelican. بيقول لك ان الدب اكبر واقوى منها. The bear likes. كان ايه بقى؟ بيلحس الايه؟ its paw المخالب بتاعته. The bear is happy because it has a big fish for dinner. وكان سعيد جدا الدب لانه خلاص حصل على سمك على الايه؟ على العشاء. يعني بقى عنده العشاء بتاعه خلاص. فايه اللي حصل بعد كده؟ Then the bear looks down. بعد كده الايه؟ الدب بقى خلاص واثق ان البليكان خايفه منه وبقى عنده ثقه في نفسه تمام. وقال لك ايه؟ ان السمكه دي بتاعتي وخلاص انا ايه؟ بقى عندي الدينر العشاء بتاعي. Since the bear looks down. Oh no I can't see the fish. لسه البير بيبص على الارض راح ما لقاش اصلا الايه؟ الجوسي فيش. طلعت البليكان اذكى منه خطفتها وجريت. اذا الموضوع مش بالقوه. اذا الموضوع مش بالقوه ولا كبر الحجم ده بالذكاء تمام. قال لي see the pelican. Pelican where are you؟ قال لها انت فين؟ وهو بيصرخ وير شوت وير ار يو يعني انت فين؟ بيدور عليها لان ما لقاش السمكه اللي كان متعشم فيها ومغرور ان هو ايه؟ سترونجر اند بيجر ان هو الاقوى والاضخم. فكان فاكر نفسه هو اللي هياخدها. اتغر في نفسه راحت جت همست له في ودنه وخطفت السمكه وجريت. ذير از نو بيليكان ما لقاهاش بات هي كام هير ذا هابي بيليكان فلاينج اواي. لكن لقاها وهي خطفت السمكه وعماله تجري بيها وتغيظه. سؤال نمبر 1. يس اوكي. نمبر 1
pelican and pears are in the desert. هما كانوا في الصحراء. يلا نكتب no. يلا نكتب no. هما الهامو كانوا فين؟ في الرايفر. هما كانوا فين؟ في الرايفر. يبقى no. Number two, the bear is stronger than the pelican. يا ترى yes طبعا الدب كان اقوى من الايه؟ اوكي يس نعمل يس. اوكي افتر ذات ذا بير از هابي. هو كان هابي؟ نو هي اللي خطفت منه ال الفيش الجوسي فيش واقتري بيها. ذا بير جود ذا فيش. هل هو حصل على الفيش؟ نو ذا البيليكان. البيليكان از انتليجنت. اكتب على انتليجنت ذكي. يا ترى هي كانت ذكيه؟ يس يس. اوكي افتر ذات لازم عشان نعرف احل سؤال زي ده بترجم اداه الاستفهام. هو يعني من وير يعني اين. يلا هو يعني من وير يعني اين. هو جود ذا فيش. من حصل على الفيش؟ ذا بيليكان. يس يلا كلنا نكتب ذا بيليكان. افتر ذات وير ار ذي. اين هم؟ هم كانوا فين؟ In the river. نكتب in the river. In the river. Is the pelican scared of the bear? هل هي كانت خايفة منه؟ Yes. طب بيقول لنا why؟ لماذا؟ يلا نكتب الإجابة كده because. والأسئلة دي يا شباب تتحفز لأن أول مرة نعلم سنة رابعة إن هم يجاوبوا إجابات كاملة عن طريق الفهم وليس الحفظ. Because it is. لأنه هو stronger, strong and big. After that, why يعني لماذا؟ Why يعني لماذا the bear likes his paw؟ ليه كان بيلحس رجليه أو المخالب بتاعته؟ عشان إيه؟ اوكي يبقى why is a pelican flying away؟ ليه كانت بتطير؟ عشان خدت السمكه. because it take. لان اي why بنجاوب عليها because. لان it takes هي خدت the fish خدت السمكه to eat it عشان تاكلها. اذا احنا بنتعود النهارده ان احنا نجاوب على القصص اجابات كامله. What does pelican want؟ هي كانت عايزة ايه؟ يبقى لا اجابة كاملة. It ايه تريد يعني ايه؟ It wants the fish. هي عايزة السمكة او it wants fish على طول. Do يعني هل. Do you like the story؟ هل حبيتوا القصة؟ Yes. بيقول لي explain your answer. اشرحي لي اجابتك. تعالوا بقى اقول لكم اجابة لطيفة قوي. I know يعني انا عرفت that ان the intelligent ان الذكاء is important مهم. سؤال تاني which animal stronger من الاقوى تفتكروا مين؟ سيبير طبعا. وكل حاجه بقى في رابعه السنه دي جايب لكم تقولوا السبب عشان يخليكم تتكلموا بقى كده انجلش وتكتبوا كمان جمل انجلش. تفتكروا ليه هو الاقوى؟ لانه اكبر واكبر. because good job. It's big لأنه هو أكبر في الحجم. هو strong لأنه big كبير. Which animal is more Which animal is more intelligent؟ طب مين كان الأذكى؟ The pelican. Why؟ Because لأن it takes عرفت بذكائها takes إن هي تاخد إيه؟ fish السمك من from the bear من ايه؟ معلش اجابات طويله بس هي لازم تعتمد على الترجمه وتشغيل دماغكم اكتر. ثانك يو. الستوري دي كويسه جدا تعلم الاولاد يقروا وكمان يترجموا كمان يبتدوا ان هم يتعودوا يعبروا عن رايهم بالانجلش.